عندنا قياس أزمنة الغنم، قياس أزمنة الغنم، أزمنة الغنم. لأزمنة الغنم أربع مراتب. شو يعني مراتب؟ يعني أزمنة كاملة، أن تكون الغنة كاملة وأن تكون أكمل. شو يعني أكمل؟ أطول. وأن تكون ناقصة وأن تكون أنقص. إذن كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. وإن شئت فقل أنقص، ناقصة، كاملة، أكمل. ولاحظ تدرج الألوان، شوف فاتح أغمق شوي، أغمق أغمق، يعني كمان في لمسات جمالية في اللوحات للي بيهتموا بهالأمور هاي. متى تكون الغنة كاملة؟ في النون والميم المخفاتين، في النون المخفى وفي الميم المخفى، زمن الغنة شو اسمه؟ غنة كاملة. متى يكون أكمل يعني أطول؟ في النون والميم المشددتين والمدغمتين، في النون المشددة والميم المشددة والنون المدغمة والميم المدغمة، زمن الغنة شو بيكون؟ أكمل، أكمل من الكاملة. مين الكاملة؟ النون والميم المخفاتين. بكم؟ شيء بسيط لكنه موجود. منجيب مثال، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم، إنكو هذا إيش؟ إخفاء. كنتوا هذا إيش؟ كمان إخفاء. تم مؤمنين هذا إيش؟ لازم هذا الثالث يكون أطول بشوي من الأول والثاني، هكذا. إن كنتم مؤمنين، يعني إذا ما نبهت عليه يمكن السامع ما ينتبه، فهمنا كيف؟ أما إذا كان القارئ متقن واللي عم يسمع دارس، يا سلام بينبسط تمام اللي عم يسمع، لأنه بيكون يعني عرفان أنه القراءة ماشي مظبوط. إن كنتم مؤمنين، موجود لكنه ضئيل، مو شيء كمان لافت للنظر. انتبهنا أخواني، نص على هذا الكلام كثير من أئمتنا، منهم شيخ الإسلام زكريا في شرحه على المقدمة الجزرية. متى تكون الغنة ناقصة؟ في النون والميم الساكنتين المظهرتين، ساكنة ومظهرة. صراط الذين أنعمت عليهم، أن، اسمعني جيدا، أن عم هذه صفة البينية اللي درسناها بالدورة الماضية، أنعم بدون مبالغة، ما يقول الواحد أنعم، لا هذا إيش هذا؟ طب هنا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت على، أنعم، ملاحظ؟ طيب تكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون، في النون والميم المتحركتين، نا نو ني ما مو مي، هذه الأصوات الستة. ما قلته نرى على اللوحة، تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. طبعا المشددتين بيكون تشديد أصلي مثل إيش؟ ولكن في اليم. المدغمتين مثل فمن يعمل ما لهم من. وتكون الغنة كاملة وين؟ في النون والميم المخفاتين. تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، هذان الوصفان السكون والظهور. وتكون أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون، في النون والميم المتحركتين كما ذكرت منذ قليل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كل هذه الميمات والنونات المتحركات زمنها أنقص ما يكون. هل هذا الميزان لأزمنة الغنن ميزان جامد ولا ميزان مرن؟ لأنه نحن منعرف أن تلاوة القرآن وصلتنا
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو بثلاث سرعات، أليس كذلك؟ بطء سماه علماؤنا التحقيق، وسرعة سماها علماؤنا الحذر، وتوسط سماه علماؤنا التدوير. فهذا الميزان ينطبق على أي سرعة؟ على السرعات كلها. هل هو ميزان جامد نفس المقادير هنا وهنا وهنا مهما كانت سرعة القراءة؟ لا، هذا الميزان يكون بطول معين لما بتكون القراءة بطيئة، فإذا أسرعت شو بيصير في الميزان؟ ينضغط. فإذا أسرعت أكثر وحدرت ينضغط، لكن بتبقى النسبة موجودة، نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. واضح إخواني؟ أما مكتوبها، شوف اللوحة، يبقى التناسب بين أزمنة الغنن متحققا مهما كان سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. انتشر كمان من شيء 30-35 سنة أو أكثر شوي أنه الغنة بمقدار حركتين. هذا من كلام بعض المعاصرين، لا صدى له في كتب الأئمة أبدا. وأنا لما عم قولها ما عم قولها يعني هكذا رميا بالكلام، وإنما بعد بحث وتنقيب، ما في بكتب الأئمة أبدا أن الغنة بمقدار حركتين، وإنما من كلام بعض المدرسين المعاصرين أحبوا أن يعني يقربوا المسألة، ما أقول يحددوا، يقربوا المسألة إلى الطلبة أو يجعلوها يعني في كتب المدارس أو كذا، قالوا بمقدار حركتين، ولم يفرقوا بين النون المشددة والميم المشددة من جهة وبين النون المخفى والميم المخفى من جهة، كل حركتين. لا، في فرق، في فرق. واضح إخواني؟ وإن كان هذا الفرق كما أسلفت منذ قليل ضئيلا، لكنه موجود. هذا هو مبحث أزمنة الغنم. المبحث اللي بعده المدود، بس هذا حناخد دقيقة قبل ما نبدأ فيه إن شاء الله.